السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد. إذا كنت تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وأيضا كبداية لهذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا في هذا الفيديو سأعطيكم آخر أخبار وتحديث انتقال سعيد بن رحمة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضا حتى محمد فارس. فبطبيعة الحال رسميا سأعطيكم السبب الرئيسي لتأخر انتقال سعيد بن رحمة إلى أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين مدرب برينتفورد عقد انتقال سعيد بن رحمة إلى أقصى درجة ممكنة. وأيضا كما قلت لكم في آخر هذا المطاف سأعطيكم آخر تحديث لانتقال محمد فارس. فهيا بنا أعزائي مشاهدينا لنبدأ بالموضوع الأول عن سعيد بن رحمة. صرح لنا أعزائي مشاهدينا موقع جول العالمي قائلا باللغة الإنجليزية كما تشاهدون: Why is Arsenal and Chelsea target still in Brentford؟ يعني قائلين باللغة العربية، لماذا هدف كل من أرسنال وتشيلسي مازال باقي في نادي برينتفورد؟ سيعطينا أعزائي المشاهدين هذا الموقع بعض الحلول وبعض الحجج والبراهين التي أبقت سعيد بن رحمة في نادي برينتفورد، رغم أن هنالك العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز مطالبة حول هذا اللاعب، وطبعا سنكتشفها معا. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، صرح لنا هذا الموقع بأن خرج الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب فريق برينتفورد المنافس في الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية إلى دائرة اهتمامات كبار الأندية في إنجلترا بنسبة كبيرة خلال الصيف الحالي وإلى غير ما ذلك. عرفوا لنا بصفة عامة هذا اللاعب، من يكون وإلى غير ما ذلك. فطبعا موقع جول كما قلت لكم في نسخته العالمية أعد تقريرا سرد خلاله الأسباب التي جعلت بن رحمة بعيدا إلى حد كبير عن الأنظار عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز. نبدأ بأزمة أرسنال. هذا المصدر أكد إدارة أرسنال بالاتفاق مع مدرب الإسباني مايكل أرتيتا، يعني فضلت التعاقد مع البرازيلي ويليام نجم تشيلسي السابق بدلا من سعيد بن رحمة. يعني رأينا في الأونة الأخيرة انتقال رسمي من لاعب تشيلسي السابق ويليام إلى مباشرة إلى نادي أرسنال، وذلك بانتقال حر وبصفقة مجانية. وطبعا نحن في زمن كورونا، بعض الأندية لا تريد خسارة العديد من الأموال بل تبحث عن الصفقات المهمة والتي تكون يعني سعرها بخس جدا ولا تكون غالية. فهذا الانتقال المجاني من نجم تشيلسي إلى أرسنال طبعا سهل الأمور على أرتيتا إلى أقصى درجة. وطبعا صراحة أعزائي المشاهدين أعتقد أن أرسنال لن يشتري لاعب آخر، ولكن في بعض الأخبار الأخيرة صرحت هنالك بعض الصحافة الإنجليزية أن أرتيتا ما زال متشبث بخدمات النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ويريد التعاقد معه. ولكن في نهاية المطاف سأعطيكم السبب الرئيسي لعدم انتقال هذا اللاعب لحد الآن. وأوضح أيضا موقع جول أن قرار أرسنال جاء بسبب الصفقة المجانية للاعب ويليام بعد انتهاء عقده مؤخرا مع البلوز، بينما كانت صفقة بن رحمة ستكلف النادي مبلغا كبير. يعني مثل ما شرحت لكم أعزائي المشاهدين، يعني أنت كشخص، وإذا كنت يعني صراحة تريد شراء أحد الأشياء وعرضوا عليك يعني منتوج مجاني وعرضوا عليك نفس المنتوج وبسعر خيالي، فبطبيعة الحال أنت ستأخذ المنتوج الذي هو مجاني وستترك ذلك المنتوج الذي يمكنك دفع نقود كبيرة من أجل التحصل عليه. يعني هذه هي سنة الحياة. أما ثانيا أعزائي المشاهدين، قائلين أيضا ومركزين على لعبة فيروس كورونا، حيث لعبت أزمة فيروس كورونا دور كبير في تحركات أرسنال في الميركاتو الصيفي على غرار باقي الأندية العالم. وكذلك تسعى إدارة أرسنال لتوفير أكبر مبلغ مالي ممكن للتعاقد مع الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف. يعني لا يريدون لحد الآن يعني شراء بعض اللاعبين فقط، بل يريدون شراء لاعب أتلتيكو مدريد الغاني توماس بارتي. فنادي أرسنال يريد يعني جمع المال من أجل شراء هذا اللاعب. ولكن أيضا تكلموا حتى عن صفقة تشيلسي، فبطبيعة الحال كنت قد شرحت لكم أن تشيلسي أيضا هو من يهتم بخدمات سعيد بن رحمة، ولكن كنت قد أكدتها وها هو نفس الموقع يؤكدها أن هذه الصفقة أصبحت شبه مستحيلة. لماذا؟ بالنسبة لنادي تشيلسي قائلين، فإن إدارة البلوز تحركت بالفعل لتدعيم صفوف الفريق بشكل مميز بالتعاقد مع 6 لاعبين دفعة واحدة في هذا الميركاتو، على رأسهم الدولي المغربي حكيم زياش والألماني تيمو فيرنر. وهذا مما سيشكل على هذه الصفقة الانتقالية لهذا الفريق أنها مستحيلة
مستحيلة، ولا يستطيع سعيد بن رحمة أو حتى إدارة يعني نادي تشيلسي تريد هذا اللاعب حاليا. لديهم حكيم زياش وتيمو فيرنر، أين سيلعب هذا اللاعب؟ وطبعا في نهاية المقال الذي وضعه جول العالمي قائلا: نظرا فإذا ظل يعني هذا اللاعب في نادي برينتفورد سيشكل لهم أعزائي المشاهدين يعني نقطة جيدة، لأن برينتفورد ستفوز بهذا اللاعب لموسم آخر، ومن المحتمل أن يكون التوقيع مع نادي خارج يعني الأثقال الثقيلة أمرا غير حكيم. يعني إذا سعيد بن رحمة لم ينتقل إلى أحد أفضل الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز يعني سيكون قرار غير حكيم، وقائلنا أيضا يجب عليه أن يمضي صفقة طويلة الأجل تمتد من 4 إلى 5 سنوات على الأقل، مما سيجعله من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون شك. ومن المدهش أن سعيد بن رحمة لم يتحرك على الرغم من الحملة الرائعة مع برينتفورد في الموسم الماضي، أي بعد كل المستويات التي قدمها للأسف لم يتحرك لحد يومنا هذا. ولكن أعزائي المشاهدين، بالنظر إلى فيروس كورونا الذي تفشى في العالم، ربما يكون هنالك بعض المزايا لجعله ينتظر عاما آخر مع نادي برينتفورد، ثم نأمل بعد ذلك في تأمين تلك الخطوة الكبيرة التي يستحقها خلال 12 شهرا. هذا ما كنت متخوف منه، بقاء سعيد بن رحمة في دوري الشامبيونشيب مع نادي برينتفورد. صراحة هذا اللاعب لديه مؤهلات يعني تؤهله للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أفضل الأندية بصورة كبيرة، إذا وجد الدعم الكافي يعني سينفجر أكثر فأكثر من المباريات التي كان يلعبها في نادي برينتفورد. ولكن أعزائي المشاهدين، كما قلت لكم، هذه النقطة التي كنت متخوف منها أن يبقى سعيد بن رحمة في دوري الشامبيونشيب. ولكن في نفس السياق كما قلت لكم، مدرب برينتفورد يعني عقد جميع الأمور على سعيد بن رحمة. لماذا؟ لأن موقع يعني سكاي سبورت صرح لنا اليوم أعزائي المشاهدين أن توماس فرانك مدرب نادي برينتفورد يقول أن سعيد بن رحمة وواتكينز يعني مستعد للدخول لسوق الانتقالات وهو معروض للبيع. طبعا أعزائي المشاهدين، ولكن للأسف قال فرانك: نعلم أن هنالك الكثير من الشائعات حول الكثير من اللاعبين، لأن لدينا موسما رائع ولدينا الكثير من اللاعبين الكبار الذين تطوروا أيضا على مدار العام. لذلك ليس سرا أن أولي واتكينز وسعيد بن رحمة لاعبان مهمان وتهتم بهم أندية أخرى، وإذا كان السعر مناسبا فنحن مفتوحون على احتمال بيعهما. والمضاربة ستستمر أعزائي المشاهدين حتى اليوم الذي لا يتواجدون فيه هنا، أو يتم إغلاقنا في ذات الانتقالات وهم يستحقون التحرك إلا إذا كان السعر مناسبا. يعني أعزائي المشاهدين، إدارة نادي برينتفورد فرضت على كل نادي يريد استقطاب كل من أولي واتكينز أو سعيد بن رحمة 25 مليون جنيه استرليني. وكما شرحت لكم في بداية الفيديو أن بسبب فيروس كورونا هنالك شلل وهنالك ضعف وسيولية ضئيلة وسيولية مالية ضئيلة جدا في الأندية، يعني أصبحت الأندية تبحث عن الصفقات المجانية، مثل تشيلسي اشترت يعني تياغو سيلفا، وأيضا نادي أرسنال اشترى يعني بالمجان اللاعب البرازيلي ويليام. فأعزائي المشاهدين، كلاعب من درجة الشامبيونشيب ب 25 مليون جنيه استرليني، صراحة أعزائي المشاهدين هذا مبلغ مبالغ فيه، ولكن مدرب نادي برينتفورد مصر على أن يتحصل على هذا المبلغ أولا، ثم عاد سيبيع هذا اللاعب، وهذا مما سيعقد صفقة انتقالية سعيد بن رحمة إلى أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبقى فقط نادي واحد قادر على شراء هذا اللاعب، ألا وهو ويست هام الهامرز الإنجليزي، الذي قال أنه سيبيع أحد نجوم فريق ويست هام إلى ويست بروميتش من أجل توفير المال للدخول في سباق التعاقد مع سعيد بن رحمة. فإذا لم يباع ذلك اللاعب لويست هام إلى ويست بروميتش، فبطبيعة الحال سيبقى سعيد بن رحمة في درجة الشامبيونشيب مع ناديه برينتفورد إلى أبعد نقطة ممكنة حتى يفتتح الموسم القادم سوق الانتقالات الصيفي. للأسف الشديد كانت هذه أخبار اليوم، وإن شاء الله كنت قد وضحت لكم يعني كل الأمور التي تتعلق بسعيد بن رحمة، ولكن في نفس السياق سأعطيكم خبر صغير جدا عن انتقال صفقة محمد فارس. فكما تعلمون أعزائي المشاهدين، في تصريحات لمدرب نادي لاتزيو الإيطالي سيميوني إنزاغي أكد فيها بأن إدارة فريقه ستعمل على غلق صفقة اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس. وقال إنزاغي في تصريحات له اليوم: طلبت التعاقد مع محمد فارس لأنه لاعب مثير للاهتمام. وتابع أيضا: المفاوضات حاليا جارية بين لاتسيو
وسبال من أجل استقدام اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية. وطبعا سعر هذه الصفقة الانتقالية هي في حدود 8 مليون يورو، ونتمنى لمحمد فارس كل التألق وإن شاء الله الحظ الوفير لإتمام هذه الصفقة بنجاح في ظل عدم يعني انتقال بعض اللاعبين مثل سعيد بن رحمة والمشاكل التي يواجهها مع نادي برينتفورد وتمسك إدارة برينتفورد بهذا المبلغ الكبير من أجل بيع هذا اللاعب، إلا أنه يعني احتمال كبير أنه سيبقى في درجة الشامبيونشيب. طبعا أعزائي المشاهدين لا تنسوا إعطائنا آراءكم في صندوق التعليقات. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.